احنا بنتصرف الشرعي. انا عايز اقول لهم لازم تتصرف الشرعيه اللي احنا مفهمين عليها. انا عايز اقول ان ضروره العداله المتجذبه وضروره صدور القوانين المحفزه للاستثمارات وجذب المستثمر، انا عايز اقول ان احنا عايزين نعمل غربله او تعديل كامل لقانون الاجراءات الجنائيه وقانون المرافعات المدنيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه فهمت ان التجربه التشريعيه بالنسبه للحكومه برضه مش عايزين نهاجم الحكومه. انا عايز ايهم اولى بالتشريع؟ مين اللي مختار بالشارع ومين اللي عنده رد الشارع؟ هل انا كمجلس نواب ولا كحكومه؟ انا عايز افرق الاجنده التشريعيه دي يسطرها مجلس النواب لما يعرف مقتضيات الشارع وامر الضروره بتاعته. الحكومه في مجلس الشارع في وادي، انما احنا اللي مختارين بالشارع فعارفين ايه الاجنده الشارع اللي بتدخل الاولويات بتاع الشارع. انما لو انتقلنا الى الحكومه تفضل مرتكنه ونايم ومسكسه لحد ما احد الساده النواب يعد مشروع قانون تلاقي الحكومه جات لها زي انتفاضه. تمام؟ فانا عايزين نقول ان الاجنده التشريعيه دي المنوط بيها مجلس النواب. ليه منوط بيها مجلس النواب؟ لان مجلس النواب هو محتك بالشارع اكثر من الحكومه، وان هو اللي يقدر الضروره ويشوف احقيه ايه يقدم عن ايه.